اليوم بعد 10 اشهر من ضياع الزمن الجامعي بسبب تعنت وزارة التعليم العالي، بسبب تعنت الحكومة، راه لا يمكن الاعتياد ونعتبره شيء عادي. راه 10 شهور ديال التكوين، 10 شهور ديال التدريب الاستشفائي اللي ضاعت للطلبة، اليوم أطباء المستقبل. لدينا اجتماع مع مؤسسة الوسيط، وأنا استنكر طريقة كيفاش وزارة التعليم العالي برمجت الامتحانات وسط المفاوضات مع وسيط المملكة، كيف ما برمجتها في وساطة الحكومية وتم نسف ديك الوساطة بسبب البرمجة الامتحانات. يجب تحمل المسؤولية، لأن في هذا الصمت، في هذا عدم التدخل، الوطن كيتضرر. ثقة ومنسوب الثقة في الوطن كيتضرر، كينقص. ما خاصش المسؤولين السياسيين اللي لا يقومون بالإشراك في تنزيل القرارات، لا يقومون بالتواصل في إنزال القرارات، يضيعوا ويجرحوا الوطن وينقصوا الثقة ديال مكونات الوطن في بعضياتها. فاحنا اليوم هنايا في انزال وطني حاشد، كما كتشوفوا هناك اعداد غفيره ديال الطلبه اللي جاوا من كاع الانحاء ديال المغرب. هناك ايضا هيئات متضامنه اللي حضروا حتى هما باش يدعموا النضال ديالنا. هو نضال عادل ومشروع، كنطالبوا بجوده التكوين ديالنا فقط. ما عرفناش علاش الازمه طولت 10 شهور. اليوم حنايا زعما كنعاودوا نجدوا تاكيد على العزيمه ديال الطلبه من خلال هذا الحضور الغفير اللي حضر اليوم امام قبه البرلمان. المطالب ديالنا العالقة واضحة، زعما بسطناها على طاولة الحوار مرات عديدة. فاليوم غيكون إن شاء الله لقاء مع وسط المملكة للساعة الثالثة، نتفائلوا خيرا. زعما ما كرهناش نسمعوا شي خبر اللي يفرحنا احنا كطلبة ويفرح العائلات ديالنا، لأن هاد الأزمة راه أدخلت الكاهل ديالنا والكاهل ديال الأسر ديالنا اللي عياو عيوم الأزمة اللي طولت 10 شهور. وكأنه زعما الأزمة زعما شي حاجة اللي صعيبة، في حين أنه فاش كتجي تشوف المطالب والملف المطلوبي كتبقى أنها مطالب بسيطة جدا. راه عيب وعار نبقاو جارين هاد الطلبة ونضيعوهم في التكوين ديالهم وهو أغلى ما يملكونه، ونقتادوهم لحوسانة بيضاء فقط لأنهم طالبوا بأن هاد القرارات ما تطبقش عليهم بهاد الطريقة. فنحن زعما نعيدها ونكررها، نحن مع الإصلاح ولكن إصلاح واقعي، ماشي إصلاح عشوائي الذي ستروح ضحيته الدفعات زعما اللي كاينين دابا. منها زعما قرارات ديال الزيادات العشوائية، منها القرار ديال تخفيض مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات وقرارات أخرى.